جهود من السيد القائد المحترم. وجهنا لجنة مشتركة بعدد وتأهيل شارع خالد مليد من منطقة باب لقيش إلى شارع خالد مليد. إحنا لجنة مشتركة بتأهيل المحلات وتنظيفها، كادر مشترك ودعمنا من السيد القائد الفرقة الخامسة، وبدينا بالجهد إن شاء الله اليوم بعون الله. ونطلب من أهل المحلات إسراع بالتصاريح الأمنية حتى ينفتح الشارع لنا ونرجع ترجع الحياة الطبيعية للشارع، كونه شارع حيوي ومركز تجاري. احنا نريد نطلب من أهل المحلات التجارية اللي موجودين بشارع خالد مليد أسرع وقت يطلعون التصاريح الأمنية. والله السيد قائد الفرقة الخامسة ساعدنا بهذا الموضوع، أصدر تصاريح أمنية لأصحاب المحلات، اللجنة المكلفة من أهالي السوق تنظيف المنطقة، وإن شاء الله يعني نخلص هذا العمل خلال فد 10 أيام إذا الله شاء. ترجعون إن شاء الله؟ إن شاء الله. والله إحنا باشرنا حتى بدنا عمر محلاتنا أيضا. بس إيش محتاج أنتم من الحكومة المحلية تطالبوا؟ والله نطالب إدخال آليات تنظيف، إعادة الخدمات، إعادة ربط الكهرباء مثلا إذا للمحلات، يعني عدد صيانة. جهد فردي لأهل المحلات، يعني مو جهد الحكومة المحلية. الحكومة المحلية ما شفنا أحد هنا. الكل تيجي تشارك المفروض، بس على كل واحد القطة قطر خاصة، يعني ما الجهد، يعني إن شاء الله بوقت قصير نعيد الحياة لهي المدينة. المدينة انتهت، المفروض نحن أهل الموصل هم يجون يعمرون ويبنون، ما تعتمد على واحد وتكلف واحد صعبة. أنا وأنت والأخ مساعدة الكل حلوة، إيد ما تصفق، لازم الكل سوا. شكلنا لجان وموافقة السيد قائد الفرقة الاتحادية الخامسة، حصلنا موافقاته بحيث نحصل موافقات أمنية لأصحاب المحلات، وبنفس الوقت ندخل آليات ونعمر المنطقة بجهودنا الذاتية. واللي نرجوه أنه بالنسبة للحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ ومجلس المحافظة أو البلدية أنه تتبعنا بعد ما احنا اشتغلنا، تتبعنا أنه تجي تبلط وترتب بعدنا، لأن جهودنا محدودة احنا يعني، بس هي كلها جهود ذاتية. فإن شاء الله نعمر يعني مناطقنا ونعمر المدينة بجهودنا احنا، بس نتمنى أنه الحكومة المحلية مثل بدوائر البلدية دوائر الكهرباء أنه تجي تتبعنا وتدخلنا الكهرباء، ترتبنا الشوارع.